احنا ولفنا الرابوس دائما كيتلقى الزليج مع الزليج كيمشي هكا كيطلع هذا كيطلع هذا ميزان وكيطلع هذا على حساب الميل ديال الدروج. ولكن الا خدمت بهذه الطريقه هبطوا حنا لتحت غادي نخلي له هنا واحد المساحه كبيره اللي هي اكبر من ليه ناخذوا عليها تحت اعطيه اعلى من ديك الجهه دور لهنا النيفو ديال هذاك هو هذه النقطه هذه هذا العلو كامل غادي نعطيه. هادشي اللي كيديروا معظم الصناعيه كيخدموا بهذه الطريقه هكا كيدير واحد موصل الزليج ما غاديش تعيقوا به غادي يبان لكم عادي ولكني ما غاديش تسمح لي نفسي باش غادي نخليها هكاك غادي نوريكم واحد الطريقه حيت هنا يعطينا رابو صغير هو هنا غادي يعطيه واحد الرابو صغير غادي نوريكم كيفاش غادي يخرج هذا الرابو كيما قلنا كيمشي لهاد الحيط في الحيط هكا كيما قلنا هاد الحيط هذا كيمشي الميزان ها هو كيطراش هاد الميزان كيمشي له بواحد وهاد الحيط اللي طالع حتى هو كيطراش الميزان اذا نقطة الالتقاء هي هذه هي هنا نقطة الالتقاء بيناتهم تحد هنا مزيان اذا هاد نقطة الالتقاء غادي يكون تاخذوا هاد العبار من هنا النقطة الالتقاء هي اللي غادي تسوليو تعبروها من هنا لهنا باش تخليوها اذا هاد النقطة هنا يعني هاد العبار اللي عطيت لهنا غادي تهبطوه ميزان غادي تاخذوه ميزان ديروا الميزان وطراسيوه حتى لتحت صافي ديال البوز تما غادي نحطو واحد الرجله غادي تكون ميزان مع الحيط هنا اذا كما قلنا هذا العبار اللي غادي يكون هذا الزليجه المحور التماثل هو اللي غادي يمشي لهنا وغادي نحط واحد الخط اخر ميزان اذا هذا الخط ميزان غادي يكون تقريبا مع محور التماثل غادي يكون هنا واحد رابوز اخر لكن شادين الخدمه بجوج دريال ما غاديش نقدر ندير رابوز اخر باش ما نضيعش الوقت بزاف نوريكم طريقه اخرى الله يجزاه بطبيعه الحال كيسهل الخدمه الله يزال يتلاقى مع هذا الميزان هذا الخط اللي حطناه هنا ميزان خص الله يزال يتلاقى معاه هاك اذا كيف الله يزال تما نطفي البوش كيبان مزيان اذا هذا الليزر اللي كاين هنا الا ما عندكمش نتوما ليزر ديروا كورديكس وصافي تراسيو اذا هذا خصو يتقطع والزليجه اللي غادي تجي لهنا خصها تتقطع انا نحط دابا الزليجه بالنسبه للشكل الفرق كي غادي يجي